بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سنة تانية، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ترم سعيد علينا كلنا. بداية النهاردة ان شاء الله هنتكلم في اولى محاضرات الديانة المصرية القديمة. ويعني اول حاجة طبعا نبتدي بيها في الديانة المصرية القديمة حاجة مهمة جدا، هي عبارة عن نظريات الخلق، ازاي المصري القديم كان شايف الكون بتاعه اتخلق. طبعا في نظريات خلق كتير جدا ظهرت في الفترة الفرعونية، هم أساسا يعني أربع نظريات رئيسية، وفضلت النظريات ديت موجودة ومصورة في المعابد والبرديات المصرية في العصر اليوناني الروماني، بالإضافة لنظريات أخرى يعني حازت على انتشار كبير جدا في الفترة اليونانية الرومانية. فطبعا احنا لما نتكلم على الكرييشن ميث ان انشنت ايجيبت لازم نبقى فاهمين كويس جدا ان المصري القديم نظر للكون ان هو كان بدايه بيتكون من، او ان الاله الخالق بتاعه ظهر من خلال حاجه اسمها المياه الازليه. خلاص، المياه الازليه البرايميفل ووترز او البرايموديال ووترز، ومن خلال المياه الازليه ديت ظهر حاجه اسمها التل الازلي. خلاص، يعني عبارة عن مية مية. هو شاف ان الكون المصري ابتدى من خلال ان هو عبارة عن زي محيط او شاسع او بحر شاسع. خلاص، ومن هذا من هذه المياه الأزلية ظهر تل كده أزلي، تمام، ومن هنا ظهر الكرييتر جاد او مجموعة من الآلهة الأزلية اللي خلق الكون. ده ببساطة القاسم المشترك اللي فيه كتير جدا من نظريات الخلق اللي ظهرت في مصر في العصر الفرعوني، تمام. زي ما قلنا كده the ancient Egyptians believed that the creator god. يعني ايه creator god؟ هنمشي كده واحدة واحدة في المصطلحات. في البداية طبعا بتبقى صعبة شوية المصطلحات، بس لما بتتعرف مرة على مرة هتلاقي ان الموضوع بالنسبة لك سهل. the ancient Egyptians believed that the creator god، يعني الاله الخالق، جاية من كلمة create يعني يخلق، او creation يخلق او يبدع. فالاله الخالق emerged from the primeval waters، emerged يعني بيطلع. خلاص، from the primeval waters يعني المحيط الازلي. خلاص، he produced in later phases other deities، يعني بعد كده في مراحل بقى في تفاصيل كل نظريه من نظريات الخلق بنلاقي ان الاله الخالق دوت يعني اتخلق منه مجموعه من الالهه. خلاص، وخلينا نبقى فاهمين حاجه معينه، لما اقول كلمه god يبقى قصدي male god اله، لما اقول goddess خلاص لما اضيف عليها ESS يبقى قصدي إلهة female goddess، تمام. لما أقول deity زي الكلمة اللي موجودة قدام حضراتكم أهي، deity معناها god or goddess يعني معبود. خلاص، قد يكون المعبود دوت بالنسبة للمصري القديم إله أو إلهة، تمام. from which the humankind was created، يعني he produced the creator god produced in later phases في مراحل أخرى other deities آلهة أخرى from which the humankind was created، والآلهة دي هي بقى اللي خلقت الإيه؟ البشر. The world began as a great bubble surrounded from all sides by a dark endless water called Ninu. يعني ببساطة هو كان شايف إن الكون بتاع المصري القديم كان بيتخيله كأنه فقاعة كبيرة جدا محاطة بكل من كل النواحي ومن كل الجهات الأربعة بالمياه الأزلية ديت. والمياه الأزلية ديت أطلق عليها في اللغة المصرية القديمة كلمة نينو، كلمة نينو، تمام. طبعا الإله نينو دوت بعد كده تم تجسيده في صورة إله. خلاص، ادي نينو اهو، حتى واضح من الاسم علشان برضو نبقى فاهمين واحده واحده كده سواء في الديانه او الاثار. في معبودات بتتشابه في شكلها، وفي معبودات ممكن نقول ان هي بتتطابق في شكلها سواء على الجدران المعابد والمقابر على البرديات وهكذا. فانت ازاي تعرف؟ الفيصل ان انت تبقى عارف اسم الاله، لان في بعض الاحيان مثلا ممكن لو اعتمدت على الشكل فقط هيبقى صعب ان انت تحدد برضو اسم الاله نفسه، لان في بعض الالهة متشابهة جدا لحد التطابق. فهنا هنلاقي الاله نون اللي بيمثل ايه؟ اللي بيمثل المياه الأزلية. نون was embodying، يعني ايه embodying؟ يعني بيجسد. نون was embodying the primordial water. نون the god نون was embodying the primordial water، كان هو اللي بيجسد المياه الأزلية في فكر المصري القديم.
خلاص، وهو أصبح بعد كده مصدر لكل أنواع المياه اللي اتخلقت، زي مثلا البحار والمحيطات والأنهار. وذكر منذ بداية عصر الدولة الوسطى في كتير جدا من النصوص بأن هو أبو الآلهة. أو ليه أنا سميته أبو الآلهة، أو المصريين أطلقوا عليه أبو الآلهة؟ لأن هو ببساطة الكرييتر جاد، هو الإله الخالق، أو هو بيمثل المياه الأزلية اللي طلع منها الإله الخالق ليخلق بقية الآلهة الأزلية، واللي من ضمنهم بقى إيه بعد كده خلقوا البشر. فهو يعني يعتبر هو أصل نظريات الخلق، أو أصل نظرية الخلق عند المصري القديم. يبقى نون became the source of all type of waters. He became the source. يعني إيه source؟ يعني مصدر. He became the source of all types of water according to the ancient Egyptian. He was the source of the rivers, lakes, and seas. He was also described as early as the Middle Kingdom onwards as the father of the gods. أبو الآلهة. He was the father of the gods. تمام؟ بالإضافة للcounterpart. الcounterpart اللي هي يعني الزوجة اللي بتلازمه أهي نونت أو نونونت، وهنشوفها بعد كده في نظريات الخلق إزاي ظهر نون ونونت في النظريات المختلفة للخلق. خلاص، يبقى لغاية دلوقتي عرفنا أن المصري القديم بصفة عامة رمز للworld بتاعه the great bubble surrounded from all times from all directions with the primeval water with the primordial water المياه الأزلية from which the primeval hill appeared التل الأزلي ظهر and on this hill the creator god appeared الإله الخالق The creator God created in later phases, في مراحل أخرى, he created other divinities or deities. What is the meaning of a deity or a divinity? Yes, deity or a divinity is a god or a goddess. قد يكون إله أو إلهة. يعني كلمة أكثر إيه شمولية من كلمة God بس. God is only male and goddess is a female. تمام؟ And after that, these deities... created the humankind, the mankind. هم اللي خلقوا إيه البشرية. لغاية كده أتمنى يكون مفهوم يا سنة تانية. بعد كده هنشوف بأول بدايات أو أول نظريات الخلق عندنا. The Aeneid of Heliopolis. الإنيد يعني كلمة يعني إيه كلمة إنيد؟ كلمة إنيد تعني سسوع. وكلمة هليوبوليس هي لوبوليس اللي هي منطقة إبنو. خلاص اللي هي حاليا منطقة عين شمس والمطرية، وكانت مكان من مراكز عبادة الإله رع منذ بداية عصر الدولة القديمة. وعلشان كده لما جم اليونانيين سموها هليوبوليس، عشان نبقى عارفين كلمة بوليس هنا شايفينها بوليس دي معناها مدينة باليوناني، فلما أقول هيليو بوليس يعني مدينة الإله هيليوس. طب مين هيليوس ده بقى؟ الإله هيليوس ده كان إله يوناني، هو كان إله للشمس واتمزج مع الإله رع. دايما اليونانيين يعني هي كده معلومة على الماشي، لما بيلاقوا ان في اله مصري متشابه في الوظيفة او في الشكل مع اله يوناني عندهم، بيحصل ما بين الالهين دول تشابه او تطابق او زي ما بيقولوا كده ايه امتزاج. فهم لقوا ان الاله رع هو اله الشمس في منطقة اوينو، فلما جم الاغريق وانتشروا واستقروا في مصر قالك هو رع دوت هو هليوبوليس بتاعنا او هيليوس بتاعنا، فعشان كده سموا منطقة اوينو هليوبوليس يعني مدينة الاله هيليوس. تمام، ده باختصار كده موضوع هيليوس او هيليوبوليس. تمام، طيب يعني ايه انيد؟ زي ما قلنا انيد هو التسوع، هي مجموعه من 9 آلهة، هي مجموعه من 9 آلهة. تمام، ودايما هم بيمثلوا القوه الطبيعيه الرئيسيه في الايه في الكون المصري. المصري كان مرتبط جدا بالطبيعه، وبالتالي حتى الديانة المصرية القديمة ارتبطت بطبيعة المصري، بطبيعة الانفايرومنت بتاعته. وعلشان كده هو دايما كان حتى بيصور الآلهة والمعبودات بتاعته في صورة الحيوانات وفي صورة نباتات وهكذا، من كتر ما هو مرتبط بطبيعته، بالطبيعة اللي خلقها ربنا حواليه. خلاص، يبقى what is the definition of an Aeneid? An Aeneid is a group of 9 deities. خلاص، وare similar or different from each other. ممكن يكونوا متشابهين في حاجات وممكن يكونوا مختلفين. They represent certain natural powers. يعني ايه natural powers؟ يعني القوة الطبيعية.
تمام. The Aeneid was called in the ancient Egyptian language Passaget. يعني ايه Aeneid في اللغة المصرية القديمة؟ Passaget. تمام. Okay. So the Aeneid of Heliopolis was the most famous one. It appeared in Heliopolis. As we said before, Heliopolis was called in the ancient Egyptian language as Iwenu. تمام. And it was the cult center. يعني ايه cult center؟ cult center يعني مقر للعبادة. It was the cult center of God Ra. After the arrival of the Greeks, بعد ما ظهر بقى الجريكس في مصر حصل ايه؟ They identified. يعني ايه identified؟ يعني تمثل امتزجوا. امتزج مين بقى بمين؟ They identified the Greek god Helios was the god of the sunlight with the Egyptian god Ra. And therefore, they called Iwenu Heliopolis, meaning the city of Helios, the city of the Greek god Helios, the god of the sun. ده باختصار منطقة أو الإنيد بتاع هليوبوليس. تمام. الحقيقة إحنا عندنا يعني التسوع، موضوع التسوع أو ظهور تسعة آلهة مع بعض يعني كان موجود في مصر القديمة أو في الديانة، لكن أشهرهم هو تسوع هليوبوليس. خلاص. المصري القديم بقى إيه اكتشف أو تخيل في تسوع هليوبوليس إيه؟ تخيل إن الكون ظهر من المياه الأزلية، أدي النون ووترز أهي، وظهر منها آمون في بعض النصوص آتوم، خلاص، من على التل الأزلي البرايموديال ووتر أو البرايموديال هيل التل الأزلي. ومن آمون ظهر اتنين، خلق اتنين. أول حاجة خلق إله اسمه شو، ده جد، والإله شو ده هو كان إله الإير، بيمثل القوة الطبيعية بتاعت الإير. وتفنوت دي إلهة، وتفنوت خلقت إيه؟ كانت الإلهة اللي تمثل الرطوبة، الندى. تمام. يبقى لغاية دلوقتي كام إله عندنا؟ آدي عندنا أمون وخلق شو وتفنوت. طيب بعد كده مين إيه اللي حصل؟ شو وتفنوت، شو الإله بتاع الاير، وتفنوت الإلهة اللي بتمثل المويستشر أو الرطوبة، خلقوا اتنين. جب الإله اللي بيمثل الأرث أو الأرض، ونوت الإلهة اللي بتمثل السكاي أو السماء. جابوا نوت تزوجوا، وجابوا أربع آلهة رئيسية في الديانة المصرية القديمة. طبعا إحنا عارفينهم، أعتقد عارفين على الأقل أوزوريس، أوزايرس، آيزس، سات، أند نفتيس. خلاص. ودول من أشهر طبعا أربع آلهة اللي قامت عليهم الديانة المصرية القديمة. طيب تعالوا نعدهم كده مع بعض. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. طبعا نون ووتر دوت يعتبر المياه الازلية، فاحنا مش بنحسبه، مش بنحسب من اول امون. يبقى عندي امون واحد، شو اتنين، تفنوت تلاتة، جب اربعة، نوت خمسة، وهنضيف عليهم الأربع آلهة الأخرانيين يبقوا تسعة، أوزايروس، آيزيس، سات، أند نفتيس. تمام. يبقى إحنا قلنا زي ما قلنا هنا إن the Aeneid of the Heliopolis is the most important example in ancient Egypt. It appeared in the early dynastic period. ظهر من بدايات عصر الأسرات. خلاص. وحتى آتوم يقال إن آتوم هنا appeared from the primordial hill which appeared from the known waters. هو ظهر على التل الأزلي، والتل الأزلي ده طلع منين؟ طلع من النون ووترز اللي احنا دايما بنقول عليها المياه الأزلية، البرايميفيال هيل. And Amun created two gods, two main deities. خلاص. He created gave birth to Shu, air, and to Fnut, moisture. خلاص. And in turn they gave birth to the god Geb, the god of the earth, and goddess Nut. ما قلت goddess يبقى سيدة على طول، female. Goddess Nut, goddess of the sky. The two couple also gave birth to four deities: Osiris, Isis, Set, and Nephthys. طيب. It was thought that Shu, manifesting the air، الرجل اللي هو اسمه شو دوت، اتخلق من ايه بقى؟ اتخلق من السنيز بتاعت آمن. يعني
يعني هي النص او الحكايه، خلي بالكوا ديانه عباره عن حدوته، فحاولوا تاخدوها كده كانك بتقرا يعني ايه حدوته لطيفه علشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. النصوص بتقول ان امون يعني عطس خلاص، ومن عطسته ديت جهشوه، على العكس انت وامون سنيز was called in the ancient Egyptian language as isish، يعني السنيز بتاعت امون. تفنوت was created from the Ammon's spit، يعني البصقة بتاعت أمون ظهر منها إيه تفنوت، اللي هي إيه يقال عليها تف في اللغة المصرية القديمة. تمام. يبقى أمون it was thought that Shu was created from the sneeze of Ammon which is called in the ancient Egyptian language as Isish. And on the other hand, Tefnut was created from the spit of Ammon, which is called in the ancient Egyptian language as Tef. Tefnut. أعتقد أن الكلمة حتى متوارثة لغاية الآن، هي كلمة أصلا مصري قديم. تمام. طيب هنبدأ نتكلم كده واحدة واحدة عن الآلهة الرئيسية، هنشوف مين هم دول عشان نبقى متخيلين، بس مش مجرد أسامي عندنا. أول واحد هنتكلم عنه اللي هو شو. ادي تاني الخريطه كده دايجرام عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ادي اتوم اهو، شو، تفنوت، جابوا جاب اند نوت، وجابوا اربعه رئيسيين، اوزايرس، ايزيس، نفتيس. طبعا ايزيس واوزايرس بعد كده هيتزوجوا وهيجيبوا حورس خلاص، وده يعتبر اشهر ثالوث في الديانه المصريه القديمه، ايزيس واوزوريس وحورس خلاص. واسطوره ايزيس الشهيره ان ست ابن اخوه قتله وقطعه حتت ورماه في النهر، وايزيس قدرت تجمع القطع تاني كلها، وبالتالي اصبح اوزوريس هو اله العالم الاخر، وحورس ابنه الذي انتصر على شر عمه ست اصبح هو يمثل يعني الملك على الارض خلاص. الملك طول ما هو عايش فيعتبر الملك على الارض، بعد ما يموت هيعتبر ايه deceased king. شايفين حتى مكتوب ايه حورس the king on earth the ruler of the sky، هو الاله الحاكم على الارض وهو سيد السماء. اول ما الملك يموت هيبقى ايه هيمتزج مع اوزوريس، هيبقى the growing grain and cultivation، بيمثل طبعا النيل اوزايرس، و deceased king the deceased king. تمام. طيب اول واحد في التسوع بتاع هليوبوليس اللي احنا هنتكلم عنه شويه اللي هو شو خلاص. طيب شو هو شو دوت حصل معاه ايه او بيتعبر عن ايه؟ زي ما قلنا ان شو دوت his name is emptiness الفراغ، او the one who rises up الذي يرتفع. تمام. شو زي ما قلنا هو عبارة عن إله الهواء وإله السانلايت في مصر القديمة، في كتير جدا من الأحيان أصبح بيصور في شكل إنسان أو رجل، وفوق راسه ريشة، الريشة دي كانت بتنطق في اللغة المصرية القديمة باسم شو، فعشان كده هو بيديله الرمز بتاع اللغة اللي بيدل على طريقة نطقه للإله ده. وعلشان نبقى برضو عارفين الآلهة المصرية، الآلهة المصرية اتصورت بثلاث أشكال، ممكن بشكلين منهم بشكل واحد منهم وهكذا، بس ما بيخرجوش عن الثلاث أشكال دول. يا إما الإله المصري أو الآلهة المصرية بتصور بشكل بشري أو بشكل حيواني، ودي على فكرة زي ما اتكلمنا أو مش عارفة احنا جبنا سيرة حاجة زي دي في البطلمي ولا لأ، دي حاجة خاصة جدا بالديانة المصرية القديمة، يعني على العكس مثلا الديانة اليونانية، اليونانيين ما كانوش بيحبذوا أبدا قصة تجسيد الآلهة بتاعتهم في صورة حيوانات، كانوا بيعتبروها حاجة يعني إيه فيها كده إيه إهانة شوية. الشكل الثالث من أشكال الآلهة المصرية هو عبارة عن إنسان برأس حيوان، ده شكل تالت ظهر في الديانة. إذن أي إله مصري، any Egyptian god in the ancient Egyptian religion, any god or goddess was represented in three forms: either in the complete human form في شكل بشري كامل، in a complete animal form في شكل حيواني كامل، or in a complete animal headed form. It's a shape of a male or a female but with the head of a certain animal which is the sacred animal الحيوان المقدس of this deity. تمام. في بعض الأحيان إذا هنا بنقول إيه إن شو his name was called emptiness خلاص الفراغ أو الهواء، or the one who was rising
he was known to be the god of the air, هو god بتاع الهواء, and also sometimes in the sunlight, and he was depicted like here in the form of a man with the feather, which is called in the ancient, or what was named in the ancient Egyptian language as Chu, over his head. عندنا شكل تاني للإله شو. احنا عندنا حقيقة شكل تاني للإله شو. ادي الإله شو اهو, وهو بيرفع جسد نوت اللي هي اخته وزوجته في نفس الوقت. بما ان شو هو هو اللي بيمثل الهواء, فهو هنا بيرفع الجسد بتاع الإله نوت اللي هي بنته, وجب هو في الأرض اللي بيمثل الأرض. إذن هنا المصري القديم في الشكل دوت عمل إيه؟ عمل تصوير لجب خلاص اللي هو ابنه الأرض, وشو الأب بيرفع بنته خلاص اللي هي نوت goddess of the sky. ودي أحد الأشكال أو التصوير, يعني الصور اللي بتمثل مدى ارتباط المصري القديم بالبيئة بتاعته, بالبيئة المصرية بتاعته. شايفين هو رسمهم بشكل إزاي؟ يعني الأرض سايبها كده متمددة على الأرض اللي هي الجب اللي هو الإله جب, ونوت بما إن هي السماء مرفوعة من خلال إيه؟ من خلال الهواء. هو شايف ان الهواء ما بين السماء والارض, فعشان كده شاف ان جب هو اللي بيرفع الايه السماء. تمام. يبقى in some cases Shu was depicted raising the body of his daughter the sky goddess Nut with his hands and holding her apart from her consort. يعني هو بيرفعها عن مين؟ from her consort god Geb was embodying the earth اللي هو بيجسد الايه الارض. تمام. ده احد اشكال الاله شو. يبقى احنا لغايه دلوقتي عندنا كام شكل الاله شو. اول حاجه احنا قلنا ان اسمه he is meaning emptiness or the one who is rising. He is the god of the air and he is also sometimes the sunlight in ancient Egypt. Till now we have two manifestations or two representations of god Shu. شكلين. He was represented in the form of a man with the feather over his head. Why the feather? Because the feather was called in the ancient Egyptian language as Shu, so it's the symbol of his name. The second iconography, التصوير الثاني لشو, in the form of a man raising the body of his daughter Nut, goddess of sky, in order to separate her body from Mimba, from Geb, god of earth. And this iconography reflects how was the ancient Egyptian so related with his nature, with his environment, natural environment around him. And he was clearly affected with the elements, with the natural elements, خلاص, in his religion. قد إيه ارتبط بالمظاهر الكونية المختلفة ودخلها في الديانة بتاعته. طيب إحنا دلوقتي عرفنا شو. طيب الأستاذة تفنود بقى. ادي برضو شو تاني, منظر برضو تاني لشو. ودي على فكرة انت هتقابلها, دي احد مقتنيات المتحف المصري, واحد يعني مقتنيات او المقبرة بتاعة توت عنخ آمون. هي عبارة عن يعني سند للرقبة كده زي وسادة, يعني هي مصنوعة من الايفري خلاص. وبيمثل هنا الاله شو, وهو رافع راس الملك, يعني الملك المفروض بيحط راسه هنا وهو نايم. تمام. وشو هنا بيرفع راس الملك خلاص. شايفين السيمبوليزم ماشية ازاي. طب ايه هما الاسدين دول؟ الاسدين دول هما شو وتفنوت خلاص. لان المصري القديم كان بيحب دايما يصور الشو وتفنوت في بعض الاحيان ظهروا في شكل اسد, اسدين representing the horizon of yesterday and tomorrow, بيمثلوا بكرة امس وايه والغد. تمام. ده احد الاشكال اللي احنا ايه بنشوفها كتير جدا. This is one of the remarkable pieces of the treasury of Tutankhamun. Here we can find the god Shu is raising the head of Tutankhamun, and he is flanked with both sides with the Shu and Tefnut in the form of two lions representing yesterday and tomorrow. ادي شو. كل ده احنا خلصنا شو. طيب تفنوت بقى اخبارها ايه؟ تفنوت الحقيقة هي البنت بنت اتوم. تمام. وهي الزوجة والاخت لشو. تفنوت هي بتمثل الرطوبة خلاص, بتمثل قوة الرطوبة. فكتير جدا من الاحيان اتمثلت في صورة سيدة
برأس أسد أو بشكل أسد كامل. في بعض الأحيان كانت شو بتلبس الوج الكبيرة اللي هي الباروكة الكبيرة أو الباروكة الطويلة بتاعت المصرية المصري القديم، وبتبقى فوق رأسها قرص الشمس والحية المقدسة على الجبين، خلاص للدلالة على إيه؟ للدلالة على الحماية. طيب تعالوا نشوف الشكل. دي شكل تفنوت أهي، زي ما قلنا هي عندها شكلين، يا إما في شكل أنثى برأس أسد، وفي بعض الأحيان في شكل أسد كامل، ولابسة الوج اللي هي الباروكة الطويلة، خلاص في بعض الأحيان بيبقى فيه هنا قرص الشمس فوق راسها، وفي بعض الأحيان الأخرى مجرد الحية المقدسة. دي دايما ظهرت في الفن المصري القديم الحية، وفي بعض الكتب بيقولك عليها إيه؟ الصل المقدس، خلاص for protection، لتحمي هذا الشكل من إيه؟ من أي شر. يبقى the second member of or the third member of the Aeneid of Heliopolis is Tifnut, and Tifnut here she is daughter of Atum and the sister and wife of Shu. Tifnut was the goddess of moisture، هي إلهة الرطوبة. She was sometimes depicted in the form of a lioness، إلهة في شكل أسد كامل، or as a lion-headed goddess. And that with a shape body of a female, okay, a human body of a female, and with the head of a goddess. Sometimes she is wearing the wig, the long wig, as we see here. The oreis, دي اسمها الأوريس اللي هي الحية. The oreis, the sacred oreis, is a sign of protection. يعني إيه protection؟ Protection يعني الحماية. And in some other cases, the sun disk over her head also as a sort of as a sort of also protection. ادي تفنوت. يبقى احنا كده خلصنا شو وخلصنا تفنوت. طيب نشوف بقى الاستاذ ايه. جب. جب زي ما قلنا جب هو اله الارض، تمام، وكان هو ابن لكل من شو وتفنوت، وهو يعتبر التجسيد الالهي للارض. في بعض الاحيان هو تصويره طبعا شويه قليل، ادي جب اهو، خلاص تصويره شوية قليل، لكن دي أحد المقتنيات اللي هي عبارة عن بريسلت كده للكوين أحطب، خلاص من الأسرة 17، وتم اكتشافها في منطقة طيبة، وهي عبارة، هي طبعا مصنوعة من الجولد، خلاص وفيها لابز لازلي اللي هو اللازورد، تمام، وبتمثل الإله جيب أهوت، تمام. في بعض الأحيان زي ما قلنا هو فاكرين شكل جب، أدي شكل كده من الأشكال اللي ظهرت في المجوهرات، هو تصويره شوية قليل في الفن المصري، لكن برضو ظهر وهو إيه مو يعني نايم كده على الأرض، وفوق وفوق بيلاقي أبوه اللي هو شو بيرفع جسد نوت أخته، زي ما هنشوف كده، أو لو هوريها لكم تاني أفكركم بيها. أدي جب أهو، خلاص ده شكل برضو الإله جب في شكل بشري كامل، خلاص وأبوه اللي هو شو بيرفع جسد أخته اللي هي نوت إلهة السماء، تمام. يبقى as we see here جب is the personification or the embodiment of the earth، خلاص he was usually represented in a human form، يعني عادة بيتم تصويره في شكل بشري، خلاص he was either represented on the earth lying on the earth and beside him stands God Shu his father who is raising the body of his sister goddess Nut of the sky with his both hands. This is one of the iconographies of goddess Geb. We have also another shape of God Geb who was rarely depicted. يعني ايه rarely depicted؟ يعني ما كانش بيصور بكثرة. This is a bracelet of Ahhotep of the 17th dynasty. It was discovered in Thebes and it's made of gold and lapis lazuli اللي هو اللازورد. And here we can find God Geb. ماشي شباب. طيب يبقى احنا خدنا شو وتفنوت وجب. طب نشوف بس نوت ديت اخبارها ايه. ادي نوت اهي. حقيقة نوت كان ليها يعني أهمية كبيرة في الديانة المصرية القديمة، وكان ليها يعني تصوير. خليكم مثلا فاكرين دايما ان دايما دايما لما تدخلوا مثلا معبد دندرة، ان شاء الله لما تشوفوه تدخلوا اول حاجة تعملوها على طول ان انتوا تبصوا في السقف، خصوصا في الهايبوستايل هول الصالة الاولى، لان هتلاقي تصوير كامل للإله نوت. بما ان هي إلهة السماء، فدايما المصري كان بيستخدم الشكل بتاعها جسدها لتزيين اسقف
المعبد، لان هو كان شايف ان المعبد بتاعه هو البيئة المصرية خلاص، فبالطبيعي هو شايف ان السقف بتاع المعبد ده هو السماء، فبالتالي كان بيزين شكل المعابد او اسقف المعابد والمقابر على فكره بشكل جسد الاله نوت اللي دايما عاده بياخد لون الازرق، وتلاقيه دايما الجسد بتاعها فيه اشكال كده للستارز او النجوم المذهبه. من اشكال برضو تانية للاله نوت وهي الشكل المجنح، ادينا شايفين اهوت بشكلها ايه المجنح، وده برضو ظهر، دي احد المجوهرات بتاعه من توت عنخ امون المحفوظه بالمتحف المصري. الحقيقه امون ذكر نوت، يعني حابين ان احنا نقف عندها شويه لان هي ذكرت في نصوص كتير جدا، هي طبعا الهه السماء، وكان دايما يقال عليها ايه، ان ضحكتها هي الرعد ودموعها هي المطر، بما ان هي الهة السماء وما يوجد في هذه السماء من مظاهر كونية، يعني شاملة بقى الرعد والبرق والمطر والكلام ده كله تبع نوت، لان هي السماء بما فيها من كل المظاهر الكونية. تمام، هي عادة زي ما قلنا بتمثل في شكل سيدة في بعض الاحيان with the sign of the circular pot، السيركلر بوت اللي هي شكل الآنية كده فوق راسها، وفي بعض الأحيان الأخرى بتظهر فوق الإله وهي مسنودة من أبوها الإله جب وهو إله شو وهو بيرفعها بإيديه الاتنين زي ما شفنا، وفي بعض الأحيان الأخرى زي ما قلنا هي بتزين الأسقف بتاعة التومز والتمبلز وفي بعض الأحيان الكوفنز خلاص، لأن المصري زي ما قلنا شاف إن التومز والتمبلز زيادة هي عبارة عن سقف أي هي السماء خلاص، فبالتالي طبعا طبيعي ان احنا نشوف منظر الإلهة نوت فيها. تمام، ادي منظر تاني للإلهة نوت، ودي هو موجود في كوفن اسمه كوفن سوتر خلاص، وده على فكرة من العصر الروماني، ده معناه ان شكل حتى الإلهة نوت استمر في العصر الروماني، ده غطى التابوت، ده مش التابوت نفسه، ده غطى التابوت خلاص، وشايفين الإلهة نوت اهي وهي بترفع ايديها لفوق. تمام، ده من احد الاشكال اللي موجوده وموجوده في المتحف البريطاني على فكره. تمام، يبقى نوت she was also the member of the need of Heliopolis who is goddess نوت with the daughter of شو and تفنوت and she is also representing the goddess of the sky. Some sources describe Nut that her laughter was the thunder. ضحكتها هي الايه الرعد والبرد. And her tears were the rain. She is the mother of heavenly bodies. She is the source of all heavenly bodies. كل الظواهر كل الأجسام السماوية like the moon, like the sun, like the stars and so on. Nut was depicted in the form of a woman. دايما بتاخد شكل الومن with a winged woman in some cases, a woman with a circular pot over her head, supported by her father Shu in other cases, and she was also decorating the lids of the coffins, يعني الغطاء بتاع التوابيت, the ceiling of the temple, ceiling يعني السقف, the ceiling of the temples and the tombs. Why she was represented, depicted or decorating the ceiling of the tombs, the temples or the lids of the coffins? Why? ليه؟ Because the ancient Egyptian, يا ريت نركز في النقطة دي, because the ancient Egyptian considered the temple representing his nature. He considered the temple representing his nature. So the ceiling was regarded for the ancient Egyptian as the sky. So it was very logic to find the shape of goddess Nut decorating the ceiling of the temple or the sky of his world. And this is one of the examples. It's at the lid of the coffin of Soter. It's the Roman piece, خلاص, dating back to the 1st century AD. And this is a pictorial that was discovered in the tomb of Tutankhamun, dating back to the 18th dynasty, representing here goddess Nut in the form of a winged deity. يعني إلهة إيه مجنح. طيب. يبقى احنا خلصنا شو, تفنوت, جاب, and نوت. تمام؟ أوزيرس وأيزيس شوية هنسيبهم شوية لأن أوزيرس وأيزيس هيفرض لهم محاضرة قوية جدا علشان موضوع أسطورة إيزيس وأوزوريس. هنخش على طول في سات ونفتيس. آدي الإله سات أو ثث أو سوتخ خلاص.
الإله دوت هو إله، هو ابن الإله، الإله جب والإله نوت، وهو دايما بيمثل إله القوة الشريرة. إله القوة الشريرة دي بقى شاملة الإيه؟ شاملة الظلام، شاملة المرض، شاملة الرعد والبرق، شامل في بعض الأحيان هو صور كإله للصحراء، إله للمطر، إله لكل أنواع عدم الراحة يعني بالنسبة للإنسان، هو إله الشر. خلاص، دايما كان بيصور بإنسان برأس، يعني دايما يقول لك الفابيولوس بيست، يعني رأس كده فابيولوس بيست، اللي هو زي ما بنقول عليه ايه، وحش غير معروف. تمام، في ناس كتير جدا، مقالات كتير قوي اتكلمت مين هو الوحش دوت، او هو عبارة عن ايه. في ناس قالت لك ده فصيلة من فصائل الثعالب مثلا ظهرت في مصر او كده، بس من الواضح ان الشكل الى حد ما يعني ما اعتبرش شكل ريل قوي. المصري ايه خلاه هو رأس للايه، للاله ست. في بعض الاحيان كان بيصور بشكل البيست دوت كاملة. خلاص، يبقى هو كان ليه كان شكل حيواني وشكل بشري، وبرضه من الاشكال او السيكريت سيمبلز بتاعته اللي هو ايه، ثعبان العقب. خلاص، دايما المصري القديم كان يقول لك ان ثعبان العقب اللي هو اليونانيين سموه ابوفيس، كان بيصور بانه هو خلق نفسه بنفسه، وانه هو ده رمز الشر، وهو الرمز المقدس لاله ست، وان الانسان لما بيروح العالم الاخر لازم يقتل العقب دي. عشان كده دايما بنلاقيه في البوك اوف ذا ديد، في نصوص الايه، البوك اوف ذا ديد او كتاب الموت. So set he called setach، خلاص، or sutach in the ancient Egyptian language. He was the god of Geb of the earth and goddess Nut of the sky. He was the main god of the evil powers. يعني ايه evil power؟ يعني القوى الشريرة، including diseases, including war, including desert, including storms and thunder, and all types of evil in the world. We have mainly two shapes of god Set. He was represented in the form of a male with the head of a fabulous beast. خلاص، وقلنا ان the fabulous beast ده unidentified، or in the form of a complete fabulous beast. Also one of his sacred symbols is the apep. خلاص، which was known by the Greeks as apophis. He was a sacred symbol or animal of Seth. And usually the person was trying to kill Apophis, the source of evil powers, in many episodes of the Book of the Dead. تمام، يبقى احنا خدنا لغايه دلوقتي شو ديف نوت جاب نوت، وخدنا اوزايروس ايزيس، هنقول يعني شويه كده بس ايه، هنسيبهم كده على جنب لغايه ما نفرد لهم محاضره خاصه جدا بيهم. اخر واحد او اخر عضو من تسوع هليوبوليس اللي هي نفتيس. ادي نفتيس اهي، ايزيس ونفتيس، ادي ايزيس. انا عرفتهم منين؟ من التاج بتاعهم. دايما ايزيس بتبقى فوق راسها علامه الاي الست، اللي هي علامة العرش، لأن هي إلهة العرش. تمام، نفتيس كان بيبقى اسمها نبت حوت. خلاص، آدي نبت أهي وآدي حوت، فعرفت على طول إن هي نفتيس. خلاص، آدي ست أو أست وآدي إيه، نفتيس. تمام، نفتيس هي طبعا زي ما قلنا إن هي بنت الإله جيب أند نوت، وزي ما قلنا إن اسمها نبت حوت، the mistress of the temple، سيدة المعبد. وبعد كده حرفت من قبل اليونانيين باسم نفتيس، برضو عشان نبقى عارفين الآلهة المصرية كان ليهم اسم في الديانة المصرية القديمة، هو الاسم اللي بيتكتب باللغة المصرية القديمة العادية. خلاص، طب ايه جه كلمة نفتيس وجاب وأوزايرس وأيزيس؟ ده تسمية يوناني للآلهة المصري، لأن هما كان صعب عليهم شوية ينطقوا الكلمات المصرية، يعني هما مش هيبقى صعب عليهم جدا يقولوا نبت حوت دي، لأنه هما من الآخر يعني زي ما واحد كده خواجة تيجي تقول له تعالى انطق وقول حهو خهو كده، مش هيعرف يقول. تمام، فعشان كده هما حرفوا شوية الكلام ونطقوه بنطق تاني اللي هي نفتيس. فنفتيس دي أساسا يوناني، لكن اسمها المصري القديم نبت حوت. ده برضو إيه عشان نبقى فاهمين النطق المصري إزاي. تمام، إيزيس ونفتيس لعبوا دور مهم جدا في إعادة جسد الإله أوزوريس، ودايما كانوا بيصوروا قدام بعض في وش بعض كده في وضع مجنح. في بعض الأحيان كان بيبقى أوزوريس نايم كده، الجسد بتاع أوزوريس، وبيحاولوا إحيائه مرة أخرى. هنا مثلا دي أحد الأشكال اللي موجودة في، برضو كانت موجودة في مقبرة توت عنخ آمون، بتصور هنا جاد بيلر. جاد بيلر طبعا عمود جاد دوت بيبقى رمز لأوزوريس.
خلاص. فهم هنا بيحاولوا يعيدوا، هم مجمعين ما بين عمود جد بتاع أوزوريس لإعادة إحيائه مرة أخرى. يبقى نفتيس she was the daughter of Geb and Nut. Her name was called Nebethut. What the meaning of Nebethut? Mistress of the temple. خلاص سيدة المعبد. نفتيس was a funerary goddesses. يعني ايه funerary؟ funerary يعني جنازية، مرتبطة بالعادات الجنازية. دايما بلاقيها she was usually found depicted on the coffins in the tombs. ان هي لها دور جنازي. Why was she depicted in the tombs? Why she was a funerary goddesses? Because of her role in the Osirian myth. She assisted her sister Isis. دايما كانت بتساعد أختها Isis to recollect the body or the parts of the body of Osiris. هي اللي ساعدت in reviving, she assisted her in reviving Osiris once again to life. هي اللي ساعدت أختها إن هو يستعيد حياته إيه مرة أخرى. She's usually depicted with the sign of her name over her head, sometimes in the form of a winged deity. And this is a winged shape of Isis and Nephthys flanking the jet pillar. And why the jet pillar? Because jet pillar here is the symbolism of Osiris. تمام. And they are with their wings, spreading their wings among Osiris.